من فعاليات شهر التراث 2024 الذي جاء هذه السنة تحت شعار التراث الثقافي في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية، نظم المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أحمد باي بقسنطينة هذا المعرض بشراكة مع رابطة الجالية الفلسطينية بالجزائر، ممثلة في سيد عاصيف اللي هو ممثل الجالية في قسنطينة مع اتحاد العام لطلبة الفلسطينيين بهذا المعرض ليمثل التراث الفلسطيني، لأنه هذا البلد هو بلد يعني غني بتراث ثري ومتنوع. رانا نشوفوا الألبسة التقليدية لفلسطين، هي الخريطة، خريطة لباس، يعني في كل منطقة عندها لباس معين سواء رجالي أو نسائي. الأكلات التقليدية متنوعة تمثل التراث الفلسطيني، شجرة الزيتون وأقدم شجرة أيضا دائما حاضرة وترمز أيضا الشجرة إلى السلام. اللباس المطرز لأنه فن التطريز سجل كتراث عالمي لا مادي لمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى بعض الأعمال اليدوية اللي قام بصنعها أحد المتقاعدين الفلسطينيين اللي ساكن هنا بمدينة قسنطينة بأنامله، بالإضافة إلى الكوفية اللي ترمز إلى يعني ثلاث خطوط، الخط العريض الذي يرمز إلى الطريق التجاري القديم اللي كان يربط فلسطين بسوريا ومصر والأردن، وشجرة الزيتون وشباك السمك لأنه منطقة صيد. بالمناسبة اليوم ارتديت هذا البرنوس اللي هو يمثل الثقافة الجزائرية، البرنوس الجزائري بتطريز فلسطيني، لأنه فن التطريز كما ذكرت هو مسجل في التراث العالمي لمنظمة اليونسكو لدولة فلسطين، ويجمع بين الثقافتين الثقافة الجزائرية والثقافة الفلسطينية نظرا لتقارب هذه الشعبين روحيا تاريخيا. والقضية الفلسطينية هي قضية كل الشعب الجزائري، قضيتنا شعبا وحكومة. شكرا لكم. أردنا في هذا اليوم أن نعطي للجزائري الصورة الرائعة والجميلة للتراث الفلسطيني. علينا أن نتكلم عن التراث الفلسطيني الذي كان مجرد تراث قبل الاحتلال، ولكن بعد الاحتلال أصبح هذا التراث أصبح أداة للمقاومة. فنأخذ على مثال الكوفية الفلسطينية. الكوفية الفلسطينية في البداية كانت هي مجرد لباس لفلاح يذهب صباحا لعمله ليقيه من البرد. بعد ذلك بعد الاحتلال أصبحت الكوفية الفلسطينية هي عبارة انتشرت في العالم وأصبحت هي رمز للسلام، وبعدها أصبحت رمز للمقاومة. فالآن بعد أحداث غزة فنرى كل المظاهرات والمسيرات الموجودة التي توجدت في العالم سواء كان في العالم الغربي أو العالم الإسلامي، أصبحت الكوفية هي الشعار، فكل لابس الكوفية. وكذلك حتى الشعوب الأخرى التي كانت تناضل من أجل حريتها أصبحت تلبس الكوفية الفلسطينية. إذن الكوفية الفلسطينية من لما تحول من تراث فلسطيني أصبح إلى رمز لكل الشعوب العالم التي تريد أن تتحرر. من خلال هذا العمل الذي هو كان عمل مزيج من العالم، من عمل النساء الفلسطينيات الموجودات في قسنطينة من طلبة بمساعدة الأخت مريم، استطعنا أن نحصل على هذا المعرض الذي هو عبارة عن كذا، الذي كان مزيج من أكل فلسطيني. دعوة كريمة من قصر أحمد باي لبى الطلبة الفلسطينيين وأبناء الجالية الفلسطينية في ولاية قسنطينة هذه الدعوة الكريمة بمناسبة يوم التراث العالمي. أحيا الجالية الفلسطينية وطلبة الفلسطينيون يوما للتراث الفلسطيني في قصر أحمد باي. كما نرى هناك عرض للتراث المادي الفلسطيني من ألبسة ومأكولات وبعض الأماكن التي صنفت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. مشكورة جدا الجهات المعنية في ولاية قسنطينة على هذه كما عودونا دائما على الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على كل جوانب القضية الفلسطينية. مشكورين جدا. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.